اليوم ينظم اتحاد عام شغالين المغرب محطة جديدة من لقاءاته التواصلية، اليوم نحن في جهة الرباط. أعتقد بأنها ستكون مناسبة مهمة لشرح أولا مستجدات الحوار الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالاتفاقات التي أبرمت في قطاع التعليم وقطاع الصحة، ولكن كذلك الأمور المتعلقة بالتشريعات الاجتماعية، والتي نظن بأنه الاتحاد العام معول عليه كثيرا فيما يخص تجويده، وفيما يخص كذلك أعطاها زخم اللي يكون في صالح الطبقة الشغيلة المغربية. أعتقد بأن هذه المحطة أيضا هي مهمة من أجل تقريب وجهات النظر داخل الاتحاد العام شغالين المغرب للقادم من المحطات، سواء تعلق الأمر بالحوار الاجتماعي أو كذلك بالعمل داخل المؤسسات الشرعية. لقاء جهوي تنسيقية الرباط، طبعا جهة الرباط للاتحاد العام للشغالين، تعقد هذا اللقاء التواصلي الذي يؤطره الاتحاد العام، اللي أطره الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بمعية الإعلامية الكبيرة أغوتان. إذن سوف تطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي تهم راهنية الساحة النقابية وكذلك الساحة الاجتماعية، كما أننا نحاول أن نتفاعل في إطار هذه المستجدات وأن نعرف موقف الاتحاد العام من قانون الإضراب، من قانون النقابات، من إصلاح التقاعد، حتى لا تبقى الإشاعات هي التي سيدت الموقف عبر مجموعة من الآليات. إذن نحن سوف نتطلع إلى رأي، أو سوف نعرف رأي الاتحاد العام من كل هذه النقط.